ثانية واحدة. ايه يا عم في ايه يا عم؟ تعالى لي هنا. خير ان شاء الله. تعالى حضرتك. جيت لك في ايه؟ انا واقف على السطح هنا. مين انت الاول؟ انا عبو ودود. مين عبو ودود؟ شايفك فوق وانا ماسك التسكوب بتاع ابن اخوي. يا سلام. بوصلك لكن جاي ارعن واهون. يا سلام. ورحت خابط الواد. يا سلام كده. ايوه. شايفني من التسكوب وقفت مراقبني بقى وغايب العربية وكده يعني. يعني انا حرجبك يعني؟ ليه؟ انا حرجبك ليه؟ طب وما شفتش من التسكوب ليه الساس اللي كان سايق؟ استنى. ما افتكرش. لا لا الله. انت بتعمل معايا ايه؟ دلوقت بنرفع رجله مش مرفوع، بننزل رجله مش نازلة. الله. انا لا. عايز اعرف مين اللي خبطه. بتقول السايس قسما عظما السايس. دلوقتي يا بيه مفيش حد هنا، خلي بالك، بيقول الحقيقه. خلي بالك الاول انت نزلت. أيه. اديت الراجل. أيه. المفتاح. الله يفتح عليك. السايس ركب العربيه. الله يفتح عليك. تمام. بعد ما ركب العربيه ساد برعونه. ده السايس. السايس. لا مش انا الحمد. قول لهم بقى. طيب بكمل. طيب. وراح ضارب الواد وقعه كده. كويس كويس. الكلام ده يخش مخ مين؟ يخش مخ مين؟ اه دي مش مشكلتي. يخش مخ مين؟ انا راجل بيني وبين ربنا ما خبطتوش، اقسم بالله ما خبطته. بقول لك ايه يا ابني؟ اه يوه. عايز اقول لك احللك الموضوع يا سيدي. ابص بقالي ساعة بقول لك والواد عمال يجد. حلولي. طب حلولي. حلولي. طب اهدى بس عشان الدنيا حر واحنا عرجنا احنا التنتين. انا شايف لك وشك. اه الله يرضى. بص يا سيدي. اتفضل يا سيدي. الموضوع باختصار. اتفضل. ده عايز قعدة عرب وانا معاك. معايا في قعدة عرب. وايدك دي لايدك دي هنعملوها دلوق. اوكي. تشرب ايه؟ شاي. ها. شاي 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 قهوه. وانت تشرب المقلب ده. قوم يا عبد الله. اه طفي يا عبد الله. احنا كنا هنا من ساعتين. كنا هنا والمكان ده كان كده خالص. كنتوا هنا؟ اه. بتعملوا ايه؟ كنا بنصلح عربيه هنا عند النص مرزوق. في الحته دي؟ في الحته دي. اه يا عم ده محل بقاله زمن. حضرتك المحل ده فكهان. فكهان ايه؟ ده كان كله عده دلوقتي. حضرتك عايز بطيخ شمام؟ انا مش عايز بطيخ. انا بسالك على الميكانيكي. الميكانيكي فين؟ الميكانيكي كان قاعد هنا دلوقتي. ميكانيكي بتاع الرياض. فيتين شغال فيهم. اقعد يا طيب انت. اقعد يا حنين. اقعد انت حبيبتي. انت استنى اعمل لك الكومبيوتر يا ريس. يا ريس مش فاضيين احنا الكومبيوتر احنا بنبدا دلوقتي بنكلمك في عربيه. الكومبيوتر بتيجي كل يوم يا ريس. تاخد كيلو الكومبيوتر وتكل على الله. فين نص مرزوق؟ ايوه. ست صباح يا غالي. انا هنا من ميتة. احنا بقالنا 20 سنة بنجي ناخد فاكهة. ايه ده 20 سنة؟ ايه يا عم؟ فضل. ايه 20 سنة؟ ايه يا ريس؟ يا ريس ما يمكن في المبنى التاني. مفيش. هو احنا ايه مش عارفين احنا جايين فين؟ هو احنا اول مرة نيجي. ركنت العربية هنا. وركنتها هنا في المفتاح مني. على فكرة انا اسف من ساعة ما بكلمكم وانا مخنوق. مخنوق؟ مخنوق من ايه؟ ليه يا عم؟ حكيت النظارات اللي بتلبسوها عياجة دي. نظارات؟ اه. هو ايه دخلها في الموضوع يعني؟ لا النظارة. لا دي نظر. انا ما بشوفش من غيرها. بتشوفش من غيرها؟ لا ما بشوفش من غيرها. بس مضايقاني. اعمل لك ايه يعني؟ عايز ايه؟ العربيه بتاعتي. يعني عايز ده اللي اجيب لك عربيه؟ انت لا عربيتنا احنا. افهمني افهمني كويس. تفهم ولا ما تفهمش؟ بفهم طبعا. طيب. عيب يا ابني تتكلم كده. ايه انا بقول لك دلوقتي. ايوه. انا عايز العربيه بتاعتي. مش عايزك تجيب لي عربيه. انا عندي عربيه وسبتها هنا وعايزها دلوقتي. سبتها لمين؟ سبتها لوسط مرزوق. طب وانا مرزوق؟ طيب انت تصرف. ما انت اكيد عارفه. شايفه يا صباح؟ صباح ايه يا عم؟ احنا مالنا ايه دخل صباح في الموضوع؟ شايف الجيل الجديد؟ يا عم جيل جديد ايه يا عم انت؟ شايف الولاد الكاجوال؟ يا ريس انت الكاجوال نيجي يعني نسيب العربيه مش ساعتين مش ونمشي نسيب العربيه خلاص يعني؟ إيه؟ كل يوم بجيب عربيه انا ولا ايه؟ بالعربيه تعملها كام؟ 100,000. وجبت الفلوس دي منين؟ إيه؟ انت مالك انت يا عم سارقها؟ انت هتعمل معاها تحقيق؟ يعني انت سارقها؟ اه سارقها. اهو ربنا عمل فيك بقى اللي انت عملته في يا سلام. مش سرقتها؟ واللي انت بتعمله ده هو الصح يعني؟ انا يا عم فكهاني. فكهاني ايه يا عم؟ شكلك نصاب يا عم.
انا مضايقاني حاجه. النظارات. ايوه. ها هي ام النظاره، امسك النظاره اهي. لا وكده اتضايقت اكتر. عايز ايه بقى؟ البس البس البس. البس نظاره؟ مع بعض. ايه يا ريس؟ اقلع والبس. عبد الوهاب باشا، اسمعني يا عبد الوهاب باشا. يا بيه انا بعرف انترنت. ماشي يا باشا، انترنت وبتطلع القمر وكل حاجه. ما عندك موبايل بيصور مش صح؟ بتسمع اغاني؟ بتتريق عليا. لا ما بتريقش عليك، مش هي دي حياتك؟ لا مش حياتي. ايه امال ايه يعني؟ انا راجل بشتغل طول بتعمل اليوم. بتعمل ايه على الانترنت؟ بشتغل طول اليوم. بتعمل ايه على الانترنت؟ طب ما احنا شغالين برضه عاوزين عربية عشان نشتغل. مش هقول. بتشات على الانترنت؟ اظن هتقول اللي بالنسبه لي انا ما بلعبش بلياردو. كمان بتلعب بلياردو؟ بلياردو. بتلعب بلياردو؟ وعندي الجوانتي بتاعه. بتعوم بقى في البلياردو؟ الجوانتي بتاعه. بتعوم بالكور؟ في حدود للكلام. حدود ايه؟ احنا دلوقتي المحل ده مش هنسيبه ولا ما ناخد العربيه بتاعتنا من المحل ده. احنا عايزه منك بقى وتهدى منك في الاخر. مني. ايوه. وانت عارف ان انا عرفان من ساعه ما وقفت. انا عارف من ام النضاره مش صح؟ ايوه من ام النضاره. ادي ام النضاره اهي. بصي بس بصي بس بصي بس هتصور غير ما تحس. انت حمد سليمان؟ ايوه انا حمد سليمان. مش انت حمد سليمان؟ ايوه. ده تاني واحد يضربك ده. ماله ده عايز منك ايه؟ عملت له حاجه؟ مش بقول لك دنيا غروره وكدابه زي الصغير. غروره ايه ويضربك ليه؟ اقعد اقعد احكي لك على كل حاجه. يحكي. دنيا غرورة وكدابة زي السوائل. طب ما انت تاني مرة تقولها لي، ما حكيتليش الحكاية. ايه الحكاية؟ الحكاية كان احنا الاثنين كده اهو. اثنين كده وبقوا كده وبقوا كده اهو. يا عم انا عايز اعرف الحقيقة. ما انت عرفت كنا كده اهو بقينا كده اهو. هي دي الحقيقة؟ يخلوا اثنين يضربوك عشانها؟ ما هي دي الحكاية حضرتك. انت حمد سليمان؟ لا انا مش حمد سليمان. ده اللي حمد. لا انا مش حمد سليمان. بطل الفقرة دي عبد الله شحاتة. ونبص بس نبص بس. كنا كده هو بقينا كده هو. مين هم اللي كانوا كده وبقوا كده؟ ده هم يعني انا وهو. انت مين وهو هو مين؟ انت عرفتك مين هو؟ هو هو كان كده هو وانا كده هو. ماشي ما. في الاول ماشي. وبعدين فجأة بقى هو كده هو وانا كده هو. مين هو؟ انا دلوقتي بتقول انت باب. انت بتقول ايه؟ خلاص بقى كلامه راح لحاله بقى. انت حمد سليمان؟ ايوه. هو بيضربك ليه؟ علشان احنا كنا كده هو. ايوه. وبقينا كده هو. فهمنا كده وحكايه كده اللي هو ده يا تاني. ده بقى عايز اعرف ده بيضربك ليه؟ انت حمد سليمان؟ نعم. انت حمد سليمان؟ ايوه. تاني واحد يضربك احنا قاعدين، هو في ايه؟ يا حضرتك تقعد جنبي واحكي لك. انا وهو دلوقتي العزوت. يا عم انا ما اعرفش اللي انت بتقوله دواتي. بتقول ايه؟ بقول لك ده ضربني ليه؟ عشان دعنوز العديد. مين؟ بقول لك دعنوز العديد دكة. انا ما اعرفش اللي الانسان انت بتقوله. انت حمد سليمان؟ ها؟ انت حمد سليمان؟ لا ده انت حمد سليمان؟ يا عم مش حمد سليمان. هو انت حمد سليمان؟ لابس لي جلابيه؟ لابس جلابيه يا حمدي؟ هو لابسك عفريته؟ انت يخرب بيتي يومك اللي قعدت جنبك. انت حمد سليمان؟ بقول لك مش حمد سليمان. انت حمد سليمان؟ انت حمد سليمان؟ بقول لك انت حمد سليمان؟ حمد سليمان؟ بقول لك حمد سليمان؟ بقول لك حمد سليمان؟ مش حمد سليمان؟ انت حمد سليمان؟ اجيب لك ناس تاكل زهر من هوب. مش حمد سليمان؟ مين هم دول؟ يا مروان يا جارحي. يا رب بقى لا 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 تمام الحمد لله. الحمد لله. لا انا بزباين عندكم ان شاء الله. لا وفي كمان دلوقتي عشان لاست اوردر اجيب لحضرتك عصير على حساب المحل حضرتك. يا سيدي كتر في خيرك وشكرك. 16 جنيه بس يا فندم. ماشي الله يخليك. طب حضرتك ليك باقي مش كده؟ باقي عشان ليك باقي. باقي عشان. طب اشكرك يا فندم متشكر جدا جدا. Have a nice time. باي 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 باي. مش حد هنا ولا ايه؟ انا لوحدي هنا؟ هنا؟
لا 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 احنا اتحبسنا هنا ولا ايه؟ في ايه هنا؟ انت يا مت؟ انت يا عالم اللي هنا؟ انت يا بشر؟ استغفر الله العظيم وكل ذنب. مفيش بني ادمين هنا؟ أيوة. حد يرد علينا؟ ايوه انت يا بني ادم؟ انت اللي بتقول ايوه رد عليا. مين؟ انا عايز اقول انا محبوس. ايوه انا جاي اهو. انا جاي اهو. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ انت لابس كده ليه؟ يرضيك حضرتك الناس وكلامك. هو انا زعلان ايه؟ مليناني لا مش هحط تمام على دماغه. افتح لي الباب. طيب ده حضرتك دلوقتي بس عشان نتفاهم. مش رومون هو اللي قفل حضرتك بره. انا ما قفلتش حضرتك. ولا مش رومون ولا حطران ولا زفت. اتصل على شفو لحظه بناخد باب. هل من ممكن حضرتك تبيت معانا والصبح؟ ايه يا اخويا؟ تطلع الساعه ايه يا اخويا من هنا؟ انتوا فاتحين القنبة بقى على كده بقى؟ لا حضرتك يبقى كل يوم بقى زبون بتعملوا فيه كده هو. لا يا فندم. ايه انام معاك؟ يا فندم لما اقول اسيب بيتي وعيالي عشان انام معاكم؟ دي عشان دي واحد ينام معاها. انت ممكن لوحدك دلوقتي بجامه صغننه كده؟ بجامه؟ اتصرف اكسر الباب اللي اكسرهولك. حد الله ما هكتب لكم المطعم ده واعمل لكم صبحه واصحى بره هنا اهو. الو ايوه ايوه مش رومون. اتفضل يا باشا اتفضل. اتفضل يا باشا. انا مرتاح كده عشان خاطر انا مرتاح كده. مش رومان لي فونتي تيسن فرنسي. لا اتكلم عربي يا حبيبي عشان افهم بتقول له ايه. عشان حضرتك هو ما بيعرفش غير فرنساوي. حضرتك قول له بالفرنساوي بتتكلمه ده بالعربي اللي انا بقوله لك هولع في المطعم هكسر الدنيا كلها. مش رومان بي دوت سيبي كونسن ا ديفوتي للمطعم تشيب اوف سبام اتيز. زعلان الراجل زعلان زعل لما سمع كده. انا قلت له نفس الكلام اللي حضرتك قلته بقى واخد على خاطر. والحل ايه بقى يا مؤاخذه؟ طب استناني بقى. مش عايزك تزعق عشان هو ما اداش عشان خاطر. طب اديني بقى الموبايل يا مؤاخذه وانا اتصل بعيالي يجوا دغدغوا الدنيا ان هو بقى دلوقتي اخليها كلها تراب. بص يا متر بنجيب من الاخر 5 ثواني ويتنفس خروجي دلوقتي حالا من مطعم الزفت ده. حاضر. مفيش هولع لك فيه. حاضر ماشي. حاضر. انا واقف اهو وهمسك ال5 ثواني بالساعه وبالثانيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا باشا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ده حتة الجلد دي ما تلقاهاش دلوقتي حضرتك. حضرتك أهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. حضرتك زملكاوي؟ قلت لي حضرتك زملكاوي؟ زملكاوي. أنت يا عم. أنت هو فين صاحبك يا عم؟ أنت يا عم. أنت قلت له حاجة زعلت؟ يا عم ما قلت بيقول لي انت زملكاوي ولا اهلاوي. اتفاجئت بقول له زملكاوي اتفاجئت راح كلبشني كده. يا ابني اتصرفوا يا ابني اعملوا اي حاجه. اتصرف ازاي احنا ما نعرفش. السلام عليكم يا رجاله. لموا الصناديق والمونه يلا عشان تحطوها على التريسايكل. يلا ايه ده يا عم انت؟ ايه ده؟ شوف يا عم انت الراجل اللي كان قاعد هنا دوت ربطنا. انت بهدلت الصندوق كده ليه يا عم؟ بهدلت الراجل اللي كان يعني الصندوق ده انت عارف ثمنه كام حضرتك لما تكسره؟ بهدلته يا عم. انا مالي امال ثمنه؟ هديك ثمنه بس اتصرف فكني. وانت قاعد ليه كده؟ قوم قوم يا ابني اسندك اهو. اسندك يا حبيبي. في ايه؟ في ايه يا عم؟ ما انت شايف في ايه؟ ما هو مربوط قدامك اهو. الراجل اللي كان معاكم هنا دوت ربطني ومشي. الراجل اللي كان هنا؟ ايوه يا عم صاحبكم اللي كان هنا. قولوا له نعسان. صحوه يا اخويا. انا ما نعسان. ايه يا اخويا؟ بقول لك نعسان يا عم. صحيه. ما ينفع. بقول لك نعسان يا عم. صحيه يا عم. يا عم صحيه يا عم. انت مش فاهم. هو الواد نعسان اللي عمل فيك المقلب ده. طب تجيبه لي من تحت الارض. انا جيت واقف بلمع الجزمه لقيته بيحكي معايا. انا قلت مين ده اللي بيحكي معاكو؟ هو زفت سعفان ده ولا نعسان ولا اسمه ايه؟ لا اسمه نعسان. نعسان نعسان يا سيدي. بيحكي معاك بيقول لك ايه؟ بيقول لي انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ قلت له زملكاوي. ليه؟ يا عم انت ليه يا عم تقول له كده ليه؟ ويا جريمه يا عم انت لما اقول له زملكاوي يا عم هو اهلاوي. انا خلاص اتخنقت.
هتكسر الصندوق. هكسر وهكسر ابوه كمان. خد الصندوق كله ب 500 جنيه، دي مش فلوس. هعمل بيه الصندوق ده؟ لو سرحت بيه عيل بيعمل لك في اليوم 150 جنيه. يا عم انا راجل مهندس، اسرح بصندوق؟ حضرتك طالب مني ايه؟ رب. اعمل ايه؟ تفكني دي. هو انا اللي قفلتك؟ صرف وفك. مش انت المعلم بتاعه؟ انت عارف انه مجنون بتشغله معاك ليه؟ انا عايز افهم. وبتقول انت... عمل الحكايه دي 3 4 مرات قبل كده، ليه سايبه؟ الصندوق ده ب 500 جنيه نحل الموضوع. طب ماشي هديك اللي انت عاوزه بس نخلص. لا انا سيبهولك، انا دي. مش عايزه ولا عايزه ولا عايز القفل. انت تصرف فيه انت. اتصرف انا بمعرفتك انت. اديني 300 وانا اخد المونه. اديني بديك حلول. الله. كم حل حضرتك دلوقتي قلتها لك؟ انا بقى نحكي احنا بقى. انا عاوز افهم، هفضل في الليله السودا دي كده كتير؟ ازعاج لي ليه؟ انا راجل ملك. اسمك ايه؟ هاني. هاني. ممكن اديك هديه لو تكرمت تقبلها مني؟ يعني ورده عشان انت اخلاقك محترم. ممكن تطلعني على الحجر ده؟ شايفه؟ ايوه. عايزك بس تقراهولي عشان فؤاد ابني في المصنع دلوقتي، ف تقراهولي عقبال ما يجي. بس ماشي حاضر، يجي بالسلامه. وحشتيني قوي قوي. ايه ده؟ وحشتيني قوي قوي. الله يخليك، الله يخليك. الدنيا ملهاش طعم من غيرك. الدنيا ايه؟ ملهاش طعم من غيرك. ايه تاني حضرتك؟ الدنيا ملهاش طعم من غيرك. ايوه. بحبك قوي قوي. مش سامعة دي. بحبك قوي. وانا بعوم في حتة دخل في ودني الشمال تحلب، فسمعي سمعي قال لي شويه. سلام. اخر حاجه ايه؟ بحبك قوي. ايه؟ بحبك قوي. حبني قوي. يا خبر، يا نهار. ابني فؤاد وصاحبه. مش انت اللي قلت لي وانا معدي اقرا الجواب وخد الورده دي عشان انت انسان مهذب؟ انت يا هاني منين هي بلد يا هاني؟ انا اصلا من الصعيد وجاي هنا عند جماعه قرايبي. هو قال لي كده، انا مش صعيد وعايز اعيش معاكي على سنه الله ورسوله. على سنة الله والله ورسوله. ايه يا ستي؟ انا نازلة لكم. مش انا وانا معدي انت بتنادي لي حبيبتك؟ نعم. وانت معدي بتنادي لي بتقولي لي اقرا الجواب عشان ابني في اسطوره. انا قلت لك ايه؟ اقرا زفت الجواب وخد الورده. احنا واقفين بنتكلم وبنتفاهم. طب ما تقول لهم الصراحه، حرام عليك. طب انت تعرفيني ولا عايز اعرفك انا؟ هاني 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 هاني، انا مش عايزاك تقول لي قيمتي قدام ابني. يعني ده جزائي عشان عملت معاكي معروف؟ ايه هو بقى ايه ده اللي ايه؟ معروف يعني قريت لك، يعني عملت فيك خير. جبت حروف ايه وحروف ايه؟ عملت فيك خير. جون دي فاجي تي في تباص. نزلت جون ايه وبتاع؟ انا عايز امشي. انت عارف هو راح فين دلوقتي؟ راح فين؟ نسيبه، ماليش دعوه. راح يجيب المأذون. مأذون لمين؟ انت مجنونه؟ احنا الاثنين. اوعي يا ست مجنونه. بتتكلمي ازاي؟ مش هنتجوز يا لهوي. يا ست اوعي. ابني اوعي يا ست. ابني وجوزي بيتخانقوا مع بعض. ابني وجوزي بيتخانقوا مع بعض. يا لهوي.